انتبه انتبه اشغال مع نادية فوتي. في انتبه اشغال اليوم باش نحكيو على ترحيل الفلسطينيين او محاولة ترحيل الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين. اليوم برشا يحكيو على تكرار سيناريو النكبة. برشا زادة اليوم يتحدثوا على انه من اخر الاربعينات بداية الخمسينات ودولة الاحتلال قاعدة تحاول انها تقوم بترحيل الفلسطينيين من اراضيهم. والبارح عاود تطرح الموضوع بصفة كبيرة بعد تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اللي كان حاضر في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني. كان موجود وكان تحدث قال أنه اليوم ما نجموش نسمحوا بتهجير الفلسطينيين. وتم بعد نسمع شنو اقترح بسخرية في علاقة بنقل المدنيين. بسخرية كيكا تكييف أنا كنت نصور بسخرية من بعد اكتشفت أني مش بسخرية به مالا هاتا من بعد خلني نسمع ساعة شنو الموضوع اللي يحكي فيه في الأول وقت اللي يقول أنه اليوم قاعدين نرفض في مخطط التهجير إلى سيناء. كما أكدت أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة. وأكدت في هذا الصدد أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني. هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر. وهنا أنا هتكلم بمنتهى الصراحة لكل من يهم السلام في المنطقة وأهمية أن ده ما نقبلوش كلنا مش بس في مصر. إذن فكرة النزوح أو تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر معناه ببساطة أنه هيحدث أيضا أمر مماثل، هو تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن. وبالتالي يبقى فكرة الدولة الفلسطينية اللي احنا بنتكلم عليها واللي المجتمع الدولي كله بيتكلم عليها غير قابلة للتنفيذ، غير قابلة للتنفيذ، لأن الأرض مش الأرض موجودة لكن الشعب مش موجود. في نفس التصريح كان تحدث يقول ممكن أنه يتم نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب حتى لين دولة الاحتلال تكمل من مهمتها المعلنة في تصفية ما اعتبروا الجماعات المسلحة. إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل، ممكن أو يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجهاد الإسلامي وغيره في القطاع، ثم بعد كده تبقى ترجعهم إذا شاءت. لكن نقلهم إلى مصر العملية العسكرية دي ممكن تستمر سنوات، وهي عملية فضفاضة أو لسه ما خلصناش الإرهاب، لسه ما انتهناش من المهمة. وتتحمل مصر تبعات هذا الأمر وتتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل، ونتحمل إحنا في مصر مسؤولية ذلك. الطرف الثاني بطبيعة الحال اللي طبيعي جدا أنه يتحدث في الموضوع الأردني. خلينا في الطرف المصري. شوف أنا كي نسمع تصريحات السيسي كي نشوف كل التصريحات اللي تقالت حول الموضوع عندي قناعة أنه فما سيناريو واضح. هذا اللي صار هو أنه كسسوا الاحتلال وإلا الأمريكان مشاو لمصر قالوا لهم راهو أحنا ما فيهش نقاش هذايا باش ندخلوا برا الغزة وباش نقضيه على آخر مقاوم فلسطين. دونك حاجة ما فيه، يا أما باش تقبلوا أنه باش يتم إبادتك المدنيين، يا أما كان ما تحبوش تتم الإبادة متاعهم حلوا لهم خلي يخرجوا يستقروا في مصر. هذا اللي تقال للمصريين، وهذا اللي يفسر الكلام متاع السيسي البارح اللي يقول خويا باهي تحبوا تحركوهم انتم المدنيين باش ما يتمش ابادتهم ما تجيبوهمش عندي، هزوهم للنقب اللي هي معناتها صحراء النقب، هي في جنوب فلسطين معناتها جنوب الارض الفلسطينيه، وقوموا بالعمليه العسكريه نتاعكم. دونك واضح انه تم اعلام مصر انه ما فما حتى شيء باش يقف قدام الاجتياح البري، و معناتها الهدف نتاع الاجتياح البري هو القضاء نهائيا على مقاومة الشعب الفلسطيني. نرجع لكلام اللي قاله عبد الفتاح السيسي، إياد باش نقف على كلمات قلت لك أنا اليوم الصباح مركز مع الكلمات اللي تتقال. قال مهمة معلنة، مهمة الجيش الصهيوني المعلنة، ما تفهم مهمة غير معلنة. أنا هيت المهمة المعلنة قلت لنا عليها شنو هي المهمة الغير المعلنة؟ قالوا راه في الكلام
قال إنه المهمة المعلنة هي القضاء على المقاومة، وبعد قال الجماعات ولا هي باش نرجع لها هذيك خاطر زيد فيها انتباه زيد في بعض الغير معلن انتباه او ننتبه قاعدين الغير معلن هو اللي أشار له بأنه الهدف الحقيقي هو تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر ومن الضفة الغربية إلى الأردن. دايور هذي راهو مقولة سنة أقف خديك باش ننتبه باش ننتبه لحظة مع اسم الفقرة في هذي راهو في انتبه في هذا فما زوز فرضيات أعطاهم وهكا قالوا معنا نحن لا هزوهم الغادي في كلتا الحالتين قبل التهجير. وي هذا هذا بعتها هذاك علاش الناس الكل بهتت وفما شكون اللي تصور انه كلام سخرية وفما شكون معناتها هو في كلتا الحالتين قابل تهجير فلسطينيين في الحالتين الزوز للأسف قالوا عندي انا لا ما لهزهم غادي معناتها انت قابلت به وتقول تنتهي من تصفية المقاومة حتى تنتهي من تصفية المقاومة. هل في هذا إيجاز لإسرائيل بتصفية المقاومة؟ معناتها كاني موافق على تصفية المقاومة كملوا هزوهم الغادي هوش قال هزوا نقلوهم الغادي صفيوا ومن بعد رجعوهم ولا أموركم ولا هو حاجتي كي نقولها كي معناتها أنا متفق معك على تصفية المقاومة. هو فما زوز مؤخذات على الكلام اللي قاله الرئيس المصري هما حاجتين. الأولانية هو أنه كلامه فهم أنه احنا ماناش باش ندخلوا وهنا باش نكونوا على الحيط هذاك هو لا مش فهمه هذا كلامه ما اي ماناش باش ندخلوا انتوما بيناتكم انتوما والمقاومه دبروا راسكم هذا الجانب الاول مش فهمه هو هذا كلامه اي معناتها هو قصد حاجه لا ما هو انا كنقول كلامه يلزمني نسيت حرف جلوسيت حرفين انا حبيت نقول لك انه هاو الدلاله نتاع الكلام نتاعو شنو هذا هو. والقسم الثاني هو انه قبل بموضوع تهجير الفلسطينيين يرافض تهجيرهم إلى مصر والأردن ولكنه يقبل تهجيرهم في إطار الصحراء النقب. جست حويجة برك موضوع التهجير رو مسألة مهمة راهو الخيار متاع سلطات الاحتلال والفكر الصهيوني كان دائما هو البحث عن وطن بديل للفلسطينيين والوطن البديل هذا هو ما في ذهنهم واضح غزة لمصر والضفة الغربية للأردن. الأردن تفضل نيت العهل الأردني كما قلنا كان زاد تحدث في موضوع التهجير وتحدث بالنيابة عن مصر وقال أنا باش نتحدث بالنيابة عن مصر لا لاجئين في الأردن ولا لاجئين في مصر. من جانبه حذر العاهل الأردني من محاولة تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن وأضاف أنه يجب التعامل مع الوضع الإنساني داخل حدود قطاع غزة والضفة الغربية. أعتقد أنني أستطيع أن أتحدث بقوة ليس فقط نيابة عن الأردن كأمة بل نيابة عن أصدقائنا في مصر. هذا خط أحمر لأنني أعتقد أن هذه هي خطة بعض المشتبه فيهم لمحاولة خلق قضايا أمر واقع على الأرض. لا لاجئون في الأردن ولا لاجئون في مصر. هذه حالة تدخل إنساني يجب التعامل معها داخل غزة والضفة الغربية وليس محاولة دفع التحدي الفلسطيني ومستقبله إلى أكتاف الآخرين. ما زال عندك تصريحات على الأردن ولا؟ كان مازال وقت مازال فما عندي وزير خارجية الأردني كان فما وقت نكملوا معاه بعد نتعدي باش نحكيوا على لبنان خاطر نكملوا معاه توا ومن بعد نحكيوا على الجنة. طيب بدنا نسمعوا أي فوالا نسمعوا رئيس الوزراء عفوا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اللي يقول إنه لا يمكن أن نقبل بتهجير الفلسطينيين من أرضهم وهذا خط أحمر. ذاكرة 1948 وذاكرة 1967 ما تزال حية قوية عند اللاجئين وعندنا جميعا. لا يمكن أن نقبل بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، هذا خط أحمر سنتصدى له بكل إمكاناتنا. لا يمكن أن نسمح بترحيل الأزمة التي أوجدها وفاقمها ويفاقمها الاحتلال إلى دول الجوار، هذا خط أحمر بالنسبة لنا. مسألة التهجير، مسألة الترانسفير، مسألة دفع الفلسطينيين من بيوتهم لن يتكرر وسنتصدى له بكل إمكاناتنا لأن في ذلك مفاقمة للخطر خطر على المنطقة برمتها. تفضل يا ذا الجانب الأردني. واضح الكلام تاع الجانب الأردني اللي نعرفه أنه الدول المنطقة الكل كانت ترفض تهجير الفلسطينيين مش فقط بسبب الدفاع على الحق الفلسطيني، زاد فما مخاوف على الليزيكيليبر ديموغرافيك التوازنات الديموغرافية داخل الدول هذه. نعرفه أنه بلاد كما الأردن تقريبا نصف سكانها يا أما
من أصول فلسطينية وإلا فلسطينيين. دونك اليوم ما همش مستعدين أنه باش يقبلوا ملايين الفلسطينيين. ومصر كيف كيف اللي كنا نحكي عليها، المسألة هي مسألة متاع وجود بالنسبة للأنظمة هذه، ويعتبروا أنه راهو عملية تهجير الفلسطينيين في إن فاق جديدة بعد الفاق اللي عرفتهم القضية الفلسطينية الكل، راهو هذايا سيؤدي إلى كارثة بالنسبة للأنظمة هذه. ديجا بيه محلك يا الدبلوماسي، والله تصدق ان شيخ حركه الدبلوماسي نبدا نستمتع. انا ما قلتش كلام غلط. لا لا لا، باش نقول نفس الكلام اللي قلته انت بطريقه اخرى، معناتها ما فيهاش دبلوماسيه باش يفهموها العباد بالكدا. باه معناتها ساعه تهجير فما زوز مواقف، فماش موقف ثالث، يعني انا مع التهجير او ضد التهجير، فماش انا يعني بيناتهم الزوز نتدرجح. كان تقول نقبل يمشي تهجير لبلاصه اخرى، معناتها انت قابل التهجير ولا ما تقبلش. كان ما تقبلش فانه يكون عندك زوز اسباب، فمش زاد السبب الثالث. وهذا موقف مصر والأردن هو القبول الساعة، شد الأمور واضحة، هجروهم وين تحبوا أما ما تجيبوهمش عنا. هاو الأردن ما سمعتش التصريح في الاتجاه هذا، يا إيدك هاو قيدتها هنا. الأردن لا تقبل أنه اللاجئين يجيوا على أراضيها. ما قالوش نقبلوا يمشيوا البلاصة، سمحني يقول لا تقبل على أراضيها. أما الأردن قال لا لاجئين لا في الأردن ولا في مصر. أمين كيفك يحكي على روحه، وكان آخر قال لك ليه هزوم للصحراء، معناتها اتفقتوا أنه تهجير أوكي أوكي، أما مش لا في مصر لا في الأردن، تصرفوا فيهم أنتم ما هجروهم وين تحبوا. ما هذه هي، ولا فماش علاش نطولوا فيها نحن ومواقف ويبدأوا يدرجحوهم على كلمات. ما أنت باش قال هي الربريك مجعولة باش ننتبهوا في الكلام تاعهم. به كان تقبل أنت بالتهجير ولا بلوتو ما تقبلش بالتهجير، فإنه زوز أسباب، هم ظاهريا مش قابلين لكن معناتها داخليا قابلين. يا إما خاطر تمن اللي القضية الفلسطينية هذاك أرضهم ويزمهم يقعدوا في أرضهم وانتي رافض التهجير، وإلا انتي خايف على الاختلاط نتاع الشعوب بتاعك ما تحبش تجيبهم عندك. والثانية هي الأقرب للواقع للأسف، مش خاطر يحاميوا على الليل التهجير على خاطر يحبوهم يقعدوا في أرضهم وذيك حقهم ويزمهم يواصلوا العيش في أرضهم وخاطرهم دافعين على القضية الفلسطينية. لا لا، هما رافضين التهجير باش ما يجيوش عندهم بلوتو أكثر من اللي هما في هذه. أمين فما حاجتين فرقوا فيهم بين السيناريو معناتها الوضع المصري والوضع الأردني. الأردن فما مشكل حقيقي ديموغرافي في حالة وجود فلسطينيين أكثر. حب نذكر والله نذكر التاريخ سمحني نختلف معك مش تبرير رو. أنا مش مبرر التبرير اللي باديتو أنا قاعد نفسر لك في التاريخ أقتلوهم خير توسمعني يا مين تقول فيها في حاجات ما قلتها عشان نفسر لك تاريخيا موقف الأردن من التهجير من الجاي. إيدير صارت أيلول الأسود اللي تم طرد المقاومة الفلسطينية من الأردن نظر هذا الحل ان الفلسطينيين يقعدوا في ارضهم. شنو الحكايه؟ قال لك ليه ما تجيبهم نهزهم وتحب تجيبهم؟ لا يقعدوا في ارضهم علاش يلزم يخرجوا من غزه سمح. مش قال لك ليه يلزمهم يقعدوا غاديك؟ لا ما قالش هكا، مش خاطر يمن بلي هذيك ارضهم. لا لا ما تهزهم بلا صخره مال عنا احنا. لا شوف هذه الترجمه انت الحرفيه كنت سمعت انا متفق معك في هذه، مش موافق وجهه نظر يا ودي. خلني افسر لك علاش الزوز يختلفوا. لانه بالنسبه للاردن هو موضوع ديموغرافي اساسي، والله كلمه وموضوع مصر هو خوف انه من بانتقال المواطنين الفلسطينيين المقاومه باش تنتقل الى سيناء وباش تصبح الاراضي المصريه هي جزء من الاحتكاك العسكري، وهذا اللي يرفضوا النظام المصري. نتفق معك، هو معناتها هي وجهه نظر ديموغرافيه كما قلت انت. خلينا نسمع رئيس الوزراء الفلسطيني نحكيه على موقف الفلسطيني من موضوع التهجير، وين يقول انه دوله الاحتلال تريد خلق منطقه عازله خاليه من السكان وتهجيرهم من كل قطاع غزه، وهذه جريمه حرب. ان الذي تريد اسرائيل هو خلق منطقة عازلة خالية من السكان وتهجيرهم ليس من شمال غزة فقط بل من كل قطاع غزة، وهذا يشمل أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، وهذه أيضا جريمة حرب. إن شعبنا لن يغادر أرضه، ومنذ عام 1950 وإسرائيل تحاول توطين اللاجئين في الدول العربية، واليوم تحاول توزيع سكان قطاع غزة على دول العالم. هذا الأمر لا نقبل به، وشعبنا يعي ذلك ويعي معنى اللجوء ولن يتكرر. تتكرر المذابح
على أيدي الإسرائيليين، ولكن لن يتكرر اللجوء أو الهجرة. به يد مش كملوا معاك ملي موقف واضح اليوم إذا اللبناني دونك اليوم بغض النظر فلسطيني اليوم المسألة في تقديري واضحة جدا. موضوع التهجير راهو جريمة حرب، معناتها ديبلاسي دي سيفيل من أراضيهم، صارت الجريمة هذه في 48 وصارت بعدها في عديد المرات. اليوم لا يمكن أنه العالم يقبل بتهجير الفلسطينيين، مش مصر والأردن. راهو شفت تهجير الفلسطينيين من شمال غزة لجنوب غزة، راهو جريمة يعاقب عليها القانون الدولي ومسألة غير مقبولة. واليوم أي شخص يعتبر أنه فيه حد أدنى من الإنسانية ما ينجمش يقبل بأنه مخطط كما هذايا فقط يدرس. مش دونك اليوم الكلام اللي تقال أنه نزوم الصحراء النقب ولا نزوم العرشوين كله مخالف للمبادئ الإنسانية وللقانون الدولي، وراهو إذا لا قدر الله صار فهو مرة أخرى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. بإعاز من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والدول المتقدمة لتمن بالحرية وحرية الإنسان وحرية الكونية وحقوق الإنسان برعاية منها. يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك. نادي يعطيك صحة، بارك الله فيك. انتبهنا اليوم مع الكلمات بالرسمي بالكلمة بالكلمة اليوم هكر بليك شخت على انتبه شو اللي مركز مع الكلمات. تقابلوا إن شاء الله غدوة، خليكم مع جيهان في الأمان.